معنا الحمد لله رب العالمين بمدرسة قيبار، وقيبار ضيعة جنب عفرين، تبعد عن عفرين تقريبا 3 كيلو، وقيبار تقريبا اجتمع فيها أغلبية أولاد المعتقلين بسجون النظام الطاغية اللي ذبح وساوى إبادة جماعية بقلب السجون. وهلأ هون الأولاد والأهالي واللي الموجودين كلياتهم بيدوروا بيحاولوا أن يوصلوا صوتهم لكل العالم، يعرفوا العالم كلياته يعرف جرائم النظام وأعمال النظام، وإن شاء الله بلكي بعملنا هذا أن نحسن أن نوصل صوتنا لكل الجهات المعنية بالأمر.